طبعا الوقت الحصة الثانية للأطفال. طبعا النادي عندنا مميز جدا في تدريب الأطفال، ما شاء الله الصالة واسعة وبتساعد. يلا يا بطل، يلا يا بطل شد. هاي يا عمور، ايش رأيك بالتدريب؟ ايش رأيك بالتدريب عمر؟ حلو. ايه رأيك في التدريب يا حب؟ تحب المصدر؟ عاش الوحوش، عاش الوحوش. بتتراوح ما بين 70 و 80 سنة. ايه رأيك في التدريب باباتي؟ هاي الله يليك. والله طفل طفل شكله حلو. أزبل حاجة شفتها في الفنون القتالية يا عبد الكريم مصطفى. أزبل ما رأيته في الفنون القتالية. أنا ما رأيتش، أنا قاعد فوق. أنا قاعد فوق. شباب يعطيكم العافية. حابب أسألكم سؤال. مصطفى. إيه؟ مصطفى. مصطفى. ما شاء الله تبارك الله. أفضل من أفضل المجموعات عند المجموعة ديت. هي والمجموعة الجاية. ودول من أسوأ الناس. انت هو الكلاب تبالكوا يا شباب. يا حبايب يا كلاب يا حيوانات يا زبالة. صغير وكان اسمه زيزو، كان دايما بيحط صباعه في ودن صاحبته اللي ما كانتش مبسوطة معه. كان اصلا فاكرها شطورة وبيفكر مش قصده انه يغيظها. قام زيزو تتطور ومسكها من من ايدها وقال لها يا سالي مفيش داعي تزعلي، وانا عايزك تلعبي في اللعبه الجديده لسه في مين اوسخ واحد في الفنون القتاليه؟ قول انت بتبص فين؟ بتبص فين؟ مين يا مين يا عبود؟ مصطفى. حق يا كابتن، كابتن علي، مين اسوأ واحد في الفنون القتاليه؟ كابتن مصطفى. مين يا كابتن؟ انا سالتك قبل كده. عادل. مين؟ مين؟ عيد. انا والله لي الاحترام لك طبعا. هذا ايش هو انت تحمل العيد؟ كذا؟ السلام عليكم. كمل يا كلب. امي تتصل الساعة 2 تقول ارجع بدري، وكل يوم اقول لها ارجع بدري، تتصل الساعة 7 الفجر. بالليل تقول ارجع بدري واقول لها هرجع بدري. برافو عليكم. الوقت احنا طالعين للضب اللي راجعين ورا. اول ما تسمع صوت بوف بص لا طب تسمع صوت خبط تعمل فلاشر بس. شباب نروح شمال ولا يمين؟ نروح شمين في شمال. نروح شمال ولا يمين بجد؟ شمين في شمال. الله ايه؟ شمين في شمال. واول ما يجي الحزام عبد الكريم يعمل نفسه جاله غيبوبة سكر ويقع ونشيله ونطلع نجري هيسامحونا على طول.